ان شاء الله يجي كمان في العنزه بتاعت الاسماك في المستقبل، على اي حال ان المصانع تشتغل بتاعت المخابرات هذه. اذا كانت هي تباع بثمن غالي معناها تجاره، يصنعوا فيروس وينشروه في العالم باش الشركات الراسماليه تحصل اموال ببيع الاموال. عيب، هذا حرام عليكم، الامصال لا تباع، الدواء لا يباع. أقرأ الكتاب الأخضر لا يسمح ببيع الدواء، الدواء لا يباع. اعلنوا قولوا الدواء مجاني، الامصال مجانية، مش حتنتشر الفيروسات لأن خلقوا فيها باش يعملوا امصال وباش تكسب منها الشركات الرأسمالية. هذه معالجة خطأ، اعلنوا الأدوية لا تباع مجانية، وإذا كانت حتى فيروسات حقيقية يجب لا نبيع الامصال، يجب نعطيها بلاش. العالم يبذل جهد ويصنع هذه الامصال لينقذ نفسه.